لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه الشيخ فايز الشاوش. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. دعوات للتظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات بالمحافظه، كيف ترى الاوضاع في العراق في ظل تزايد معدلات الفساد؟ يعني بكل تاكيد بعد مرور 16 عام واستيلاء هذه الاحزاب الطائفيه وهيمنه على مؤسسات الدوله وعدم تقديم الخدمات من الماء والكهرباء وكثرة البطالة اللي جلبت عن ملايين الأشخاص بعد 2003، أعتقد لا حلول للعراق إلا في تواصل التظاهرات الكثيفة بحيث تكون لم تحصل في العراق مسبقا، لأنه بعد يأس الشعب العراقي بعد 16 عام يأس فعليه لم تكن هناك حلول إلا بمظاهرات، والمظاهرات قد تكون لا ترشيد المطالبة بالحقوق فقط، لأن المطالبة بالحقوق فقط مثلما يطالب إنسان القاتل أن يحيي الشخص الذي قتله. مجموعة من الأحزاب والسياسيين حكموا العراق طيلة 16 عام لا يمكن تحقيق هذه المطالب، ولكن يجب أن تكون المطالب بالدرجة الأولى والأشد هي هدفين نقطتين: الأولى إنهاء الأحزاب الطائفية التي تحكم العراق، والثانية تحميل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بغزو العراق التي جاءت بها هؤلاء الأحزاب والسياسيين والتي شرعنت هيمنة إيران وميليشياتها على العراق. هذه النقطتين الأساسية في التظاهرات والكثافة وعدم السماح لأي سياسي أو كتلة أو حزب إن كان جديد أو قديم بالدخول داخل التظاهرات ومراقبة المندسين في التظاهرات والتواصل المستمر لحين تحقيق هذه المطالب. نعم، الأنباء تتحدث عن أن برلمانيين حذروا الحكومة في بغداد من رد شعبي عارم. برأيك إذا كان البرلمان والأجهزة الأمنية والحكومية يعني يستشعرون بالغضب الشعبي، لماذا لا تقوم الحكومة بتحسين الخدمات؟ يعني الحكومة أولا لا توجد لدى الحكومة، بل إنما الحكومة هم عبارة عن موظفين لتنفيذ ما تصدو إليه إيران وملاذ إيران وميليشياتها وأحزابها، وبالتالي الحكومة هي مخصصة بنفس الوقت، والأكثرية والأقلية هذه التي لعبت طوبة بالعراق وشعبه، فلا يمكن تغيير أي حال. ونفس هؤلاء البرلمانيين الذين يطالبون يتخوفون برده قويه من قبل الشعب العراقي، اسالهم لماذا تشاركون بعمليه سياسيه وتشرعنون وجودها في ظل انتم جزء من عدها وانتم لا تتمكنون في تغيير حال العراق وشعبه وتقديم اي خدمات للشعب العراقي. نعم، تظاهره غاضبه في بابل خرجت احتجاجا على سوء الخدمات واهمال مطالب المواطنين. هذه التظاهرات هل تعتقد انها ربما تكون بدايه لحراك شعبي جديد في الفترة المقبلة؟ يعني أنا أعتقد وكل عاقل يعتقد بأن العراق خزين من على كل ظالم وقاتل ومجرم وسارق، وبالتالي أعتقد لن يكتفي العراقيين بعد بسنوات أخرى من الضيم والحرمان والبطالة وسرقة أمواله. على الشعب العراقي أن ينهض بمسؤولياته وأن يتكاتف وأن يرفض الطائفية وأن يكون قراره موحد لإزاحة هذه الطغمة الفاسدة عن العراق، لأنني أؤكد لا حلول ولا تنفيذ مطالب عن طريق هذه الطبقة السياسية التي حكمت العراق 16 عام، ولا يجوز من مطالبة مجرم أو سارق بتحسين وضع العراق أو تحسين وضع الشعب العراقي. نعم، ناشطون يدعون لتظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبلة بجميع أنحاء العراق، ما هي توقعاتك لتلك الدعوات؟ يعني أنا أعتقد ستخرج مظاهرات قوية جدا، لكن قد يحاول بعض السياسيين أو بعض الكتل السياسية لركوب الموجة، فنحن ننبه أبناء شعبنا العراقي بعدم السماح لأي كتلة أو حزب للتواجد داخل ساحة الاعتصامات أو التظاهر، ومراقبة الأشخاص المندسين وتصويرهم ونشر فيديوهات عبر المواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة إلى العالم وإلى الإعلام العالمي بأن هذه المظاهرات
هي سلمية ومطالبة بحقوق بعد يأس 13 عام من الحرمان والجوع والقتل والاختطاف والمخدرات والابتزاز. شكرا لك شيخ فايز الشاوش، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف.